يلا أخي، شفت السيد مسار شي؟ شفته قبل شوي، وكان في معه وحدة اسمها ليلى. ليلى أخذت السيد مسار رهينة. يلا اجمع لي كل رجالك بسرعة بسرعة. فاروق، ثابت، خيري، يلا عجلوا بسرعة. سيدي أنت منيح؟ أنا منيح، بس استعجوا شوي، البنت راح تهرب منكم، الحقوها. وقفوا، استنوا. فاروق وغيث انتو خليكن. شو في سيدي؟ ما في داعي كل هالرجال يلاحقوا صبية لحالة. بالأساس نحن ما لازم ننسى ملاحقة شاهين هلأ، لسه لهلأ معه الكتاب. خيري، ثابت، اتنيناتكن روحوا لحقوا الصبية. حاضر سيد مسار، يلا يا خيري. لك لا، مو من هنيك، البنت هربت من هون. سيد مسار، بتحب انه نعرضك على شي دكتور؟ اتركنا هلأ من الدكتور وغيره. فاروق، انت بتطلع هلأ فورا وبتروح على الفندق اللي موجود فيه شاهين، بتنزرع هنيك بمحل مناسب وبتخلي عيونك 10 على 10، اكيد راح يجي او يروح شي حدا من هنيك. حاضر سيدي. غيث، انت تعال معي. ممكن تعطينا تصريح؟ شفتوا بعيونكم كيف هجم علي؟ ما هيك؟ طب خلونا نحكي معه. دفشني من فوق الدرج قدامكم كلياتكم. أنا بدي أقدم شكوى مرتين على هذا الزلمة. أول شكوى لأنه داهم مقر شغلي، وتاني شكوى لأنه هجم علي. شباب خلوكم صاحيين، في محامين إعلامي. نجيب، شو القصة؟ شو عم بيصير؟ هذا زمايلي المحترم وقع من فوق الدرج. يلا صوروا كل شيء، خلي الكل يشوف هالفضيحة هي. اللي شو صار معكم بالمداهمة؟ لقيتوا شيء؟ مع الأسف حضرة المدعي، قلبنا المكان فوقاني تحتاني ما لقينا شيء. السيد سنان استغل هالشغله وعم يهيج الوضع مثل ما انك شايف. رح نتقابل لو سمحت. هذا شوي ما بيصير. انا رح شو رح يصير هلا؟ كيف رح تشرح هاي الشغله؟ ما بعرف، انا ما عملت اي غلط حضره المدعي، بس تصرفت بناء على اخباريه اجت. انا ما نبهتك، ما قلت لك انه يلي عم تعمله ممكن يسبب لك مشاكل؟ انت عم تحرق حالك. كيف رح تشرح هذا الشيء لمدير الشرطه؟ ما بعرف سيدي. خلونا نحكي معه. حضره الضابط بس سؤال سيدي. خيري، وين اختفت هالبنت؟ مو مبينة. وشو بيعرفني؟ شرشحتنا بالمقر وهربت، أكيد بتكون بشي مكان هون. أخي ليك السيارة هنيك هنيك، ليك، قرب قرب بسرعة قرب. ايه، وين رح تكون اختفت هالبنت؟ يعني وين رح تختفي؟ أكيد بتكون بهالنواحي. قال بهالنواحي. قال لا. لو سمحت ممكن تعطي هاي البطاقة؟ تاكسي. ثابت، شاهين طلع من الفندق وركب بتاكسي وراح، وأنا لاحقه. قال شاهين طلع من الفندق راح يروح على مكان اللقاء. ماشي، يلا جهزوا حالكم لنطلع. خيري، لساتك عم تسمعوا ما؟ هي عم بسمعوا. لوين مشوارك أخي؟ خليك مكمل هالطريق. ماشي. رايحين على المتحف. سيد مسار، نحن طالعين كمان، شاهين راح ليسلم الكتاب. لا ترجعوا لهون من دون ما يكون الكتاب معكم. قدر البلد كلياته مرتبط بإيد من راح يكون الكتاب بإيده. إذا وقع بالإيد الغلط ما راح يصير هذا الشيء، لا تشغل بالك. أنا كثير واثق فيك سيدي، بإذن الله ما راح خجلك لو شو ما صار. يلا ثابت، خلينا نروح. طالما أنا بريء ما عم أفهم ليش لساتني معتقل لهلأ. شو مطلوب مني ساوي مثل دور الميت؟
ولا أعلن العصيان على دولتي وشعبي اللي مستعد أفديهم بحياتي، وإني أستنى الجواب من أصحاب الضمير الحر على أسئلتي هاي. هذا مو من حقي الطبيعي؟ أنا معتقل بناء على ادعاءات مانا قانونية، وحتى ما في ولا أي دليل واضح ضدي، وما في جريمة بحقي. أنت بتعرف ليش تغير القاضي؟ لا والله حضرة المدعي، بس قالوا إنه القاضي الأساسي مرض فجأة. هالأمراض الفجائية للقضاة صايرة عم بتضايقني كتير، يعني مو معقولة كلها صدف. القرار تم تقييم الالتماس الذي تقدم به المدعى عليه ومحاميه، وبناء عليه نظراً لقلة الأدلة التي تدينه ولامتلاكه مكان إقامة ثابت ولعدم وجود أي دليل بهربه وعدم إمكانية تزوير الأدلة، تم اتخاذ قرار ضد المدعى عليه بأن يحاكم وهو غير معتقل. محاكمة بدون اعتقال؟ سيدي كيف بيصير هذا الشيء؟ هذا القرار اللي اتخذته ما نعادل، في عشرات المحكومين يلي بنفس هذا الوضع، ليش ما عم يطبق هذا الشيء عليهم؟ الأحسن إذا الادعاء العام بيهتم باختصاصه، وأنا بناء على القانون تصرفت بشكل مناسب بهالقضية. إذا كان في عندك أي اعتراض راجع المحكمة العليا ولا تحاول تعلمني شغلي. الحمد لله على السلامة سيد كوبيلاي. الأمانة تبعك معي. شو وينه صاحبنا؟ قبل شوي دخل لجوا. ايه وشو رح نساوي؟ شاهين بيعرفنا قلنا الأحسن إنه ما يشوفنا، استنوا ليسلموا الكتاب وبعدين منتحرك كلياتنا. أنا رح أهتم بشاهين وأنتو الزلمة التاني. ماشي اتفقنا. طيب يلا نروح. طيارتي قربت إنها تقلع، من شأن هيك لازم أخذ الأمانة وروح فورا. آه الشغلة مو بهالسهولة، نحنا كنا متفقين على عملية تبادل. ما أنا نفذت القسم تبعي من الاتفاق. خلينا نتأكد. الحمد لله على السلامة سيدي. شكرا يا سبع. الحمد لله يا سيدي. شكرا لك. الحمد لله على السلامة سيد كوبيلاي. الله يسلمك يا سبع. الحمد لله على السلامة يا سيدي. شكرا لك. شكرا. طيب بس دقيقة رح أعطيه تليفون. سيدي السيد شاهين بده يحكي معك. نعم يا شاهين. سيدي انت طلعت؟ ايه طلعت. هلأ صرت حر مثل العصفور، فيك تعطي الأمانة. ايه وعلى فكرة اتشكروا كتير بالنيابة عني، انا ما رح انسى معروفه هذا بنوب. السيد بيكهاس بيتشكرك مشان معروفك. الحقير عم ببيع الوطن، ليش ما منعتقله؟ خلينا ناخده على المركز وهنيك منقرره كل شيء. وأنا حابب أعمل هذا الشيء أكثر منك، بس عقلي عم يقلي خلينا نصبر ونفلت له الحبل ونلحقه لآخر نقطة. وأنا برأيي يا ثابت الأحسن أنه نسمع لعقلنا، خلينا نلحقه ونشوف لوين رايح. بالنسبة لقلنا الكتاب أهم شيء هلأ. بصراحة حتى أنا استغربت كيف حليتوها بهالسهولة. في عنا أخ الروح بالروح كان بالمستوى الأعلى، وبعدين دخل بمكان كتير منيح بالوزارة، وبهيك أوقات ما بيقصر بالدعم، يسلم إيديه وطلبات وأوامر بالنسبة للقاضي وما بتنرفض. إذا كان لازم يكون مريض بيمرض فورا، وإذا كان لازم يطلع بإجازة بيطلع بإجازة فورا. هي التفاصيل ما بتهمني بالمرة. هلأ الكتاب صار عندكم، فينا نقول إنه أنتوا هلأ يلي صرتوا المالكين الجدد لهالبلد. مع الأسف هذا التغيير يلي صار بهالبلد عم يزعج أصدقائنا كتير، وهلأ صار الوقت المناسب لنوجه كف قوي لتركيا يرجعها لورا، وهذا الكتاب رح يكون مفيد كتير للكف يلي رح نضربه. وهاي المقايضة دكتور كانت كتير مفيدة لاتنيناتنا، بلكي منلتقي مرة تانية. مع السلامة.
فاروق، شاهين طالع وجاي باتجاهك. ماشي، رح اخذ. استنى شوي، كأنه في عملية تانية. الأحسن إن نلحقه. أنت حاول تلحقه من دون ما يحس عليك. فهمت، ماشي. يلا الزلمي طالع، خلينا نروح. ماشي. أعطيني هاي الشنطة لأشوف. ليش مين أنتو؟ لسه رح يكون في عنا وقت كتير مشان نتعرف على بعض. أنت رح تجي معنا هلا. ليك أنت وياه، أنا في معي حصانة دبلوماسية. صدقوني رح تقعوا بمشكلة كبيرة. ها؟ إيه المشاكل ما بتزعجنا. أصلا نحن والمشاكل ما بنفتري عن بعضنا أبدا. على كلين، خلينا نشوف شو هالكتاب المشهور. أعطونا هالشنطة بسرعة. ثابت، هدول من وين طلعونا؟ قلت نحن والمشاكل ما بنفترق. ولما بيتسكر الديب جهز القضيب. الكتاب اللي كنا راكدين وراه طلع قنبلة. في حدا عم يلعب معنا لعبة وسخة كتير. منيح انه ما اخذنا الشنطة. الو فاروق، وينك انت؟ الامور تلخبطت هون. طلع جوات الشنطة في قنبلة مو كتاب. طيب انتو مناح؟ الحمد لله ما صرنا اي شيء. اسمع، بيجوز يكون الكتاب مع شاهين، لساتك عم تلحقه؟ ايه لا تقلق، أنا لساتني لحقه. من شوي دخل على كازية وعم بستناه. ماشي، ونحن أصلاً جايين لعندك، إذا صار أي شيء جديد خبرنا. ماشي. ارقد ارقد ارقد. إجت الشرطة كمان. طيب أنا رح خبر السيد مسار بالوضع، بيعمل اللازم، خلينا نروح على عمرانية هلأ، يلا. الو غيث، شاهين دخل على كراج سيارات مغلقه بعمرانيه، لساتني لحقه. ماشي، نحن ليكنا جايين على الطريق فاروق. ماشي. عطيه ثابت، شاهين عم يخطط لشي لعبه مره ثانيه بلا ما يضل فاروق لحاله. واخيرا رجعت لبيناتنا. هذا بفضلك شاهين، قد ما تشكرتك على جهودك ما بعطيك حقك. كتير مبسوط لطلعتك، صحيح عطيناهم الكتاب بس مو مشكلة، انت بتستاهل الواحد يحرق العالم مشانك. اي كتاب عطيته؟ الكتاب يلي اخدته من هديك المرة، الكتاب تبعنا. ولا شو يعني انت لسه ما عرفتني لهلا؟ طلع فيني. مبين على وشي اني ممكن اذبح الجاجة اللي بتبيض ذهب. يا لطيف، شو انك اطلع الداهية كبيرة وما بيخفى عليك شي. معناتها الكتاب هلا معنا، ما هيك؟ نعم خيري. أخي، شاهين عم بيحكي مع شخص بالكراج، فيك توصل لي المحادثة على تليفوني؟ عيب هالحكي أخي، المحادثة صارت عندك. إيه شكراً لك. إذا مو الكتاب
طيب شو اعطيناهم؟ كان في قنبلة جوات الشنطة، ولو اني خبرتك كنت رح تتلبك، وانت بالاصل ما كنت رح تفتح الشنطة، وهداك ما كان رح يفتح الشنطة بمكان عام، وطبعا من شان انا احميك كان هذا الخيار الافضل. الله وكيلك، انا بعرف هالصوت كتير منيح. وانا كمان مو غريب علي، بس ما عم بقدر ابدا احذر مين هو. مين هالزلمه يا؟ طيب معناتها وين الكتاب؟ بمكان امن. انت بتعرف يلي بيسيطر على هداك الكتاب بيقدر انه يحرك البلد مثل ما بده، فليش لحتى نعطيه؟ ونحن اكيد احق فيه. على كل، المهم انك صرت برات السجن بفضله. عن جد انا انبسطت كتير بشوفتك. سبع غيس كان في عنده كلمه كتير بيحبها. شو هي؟ اكلها الاجدب. بكهس بكهس. لك الله يلعنه لهالواطي، ما كان جوات السجن؟ من هاي الناحية أنت كمان كنت ميت وهو طلع. إيه معناتها هاي عملية التبادل؟ هداك الزلم يطلع بكهس من السجن مقابل الكتاب. إيه بس بكهس مثل كل مرة تصرف بمكر وحط قنبلة بالشنطة على أساس إنه هي الكتاب. دقيقة دقيقة دقيقة، ملكي بيحكوا عن مكان الكتاب. في حدا لحقك وأنت جاي لهون؟ لا ليك هالحظ. كثير منتبه وأنا جاي لهون، بس ماني حاسس إنك كنت منتبه. الظاهر انه لاحظ فاروق. العمى هدول وين اختفوا هيك؟ نعم. بعد من عندك فورا، الكلاب عرفوا بوجودك، يلا اختفي بسرعه فاروق. شو؟ ما حبيتها منك ابدا. فاروق، الو الو فاروق، انت بخير؟ فاروق فاروق رد علي، فاروق احكي اي شيء. فاروق انت منيح؟ مع الاسف مانو منيح. في ثلاث ثقوب، ضل عليكم بس تحملوا الجثه، نحن عملنا اللي علينا. ارفع ايدك لشوف. شو؟ ارفع ايدك يلا لشوف. برايك كيف لحقوك لهون؟ على الأغلب يكونوا حاطين عليك جهاز تعقب، تليفونك وساعتك وخاتمك، شو ما كان معك شلحوا. لك شو لهالدرجة أنت عديم الانتباه؟ لو الظرف مناسب خليك تبلعه، تعرفني بعملها. ما بعرف إمتى وكيف ثبتوه علي. اصحك تعيد هالحكي. ما لازم نرتكب هيك أخطاء صغيرة. ليش؟ لأنه نحن عم نخطط لشغلات كبيرة هلأ، كبيرة كتير، ويوم الأيام عم يقرب بالنسبة لبعض الأشخاص. عم تسمعوني؟ وإنتو سمعتوا؟ معناتها تسمعوني منيح، رح لاقيكن واحد واحد. مين ما كنتوا رح يكون مصيركن مثل هالفطيسة اللي على الأرض. خلونا نمشي، عندنا شغل كتير لسه. لوين رح نروح؟ على اجتماع كتير مهم، لازم نشغل نار جديدة، ما هيك؟ وينو هاد؟ شايف السيارة شي؟ ما بعرف، الظاهر مانو هون. غيس، ليكو.
لسه في عنده نبض. خلينا ناخده بسرعة على المركز بركي منلحقه. هنيك بيسووا له لازم. خير اسمعني منيح. فاروق مصاب بس لساته عايش. حضروا له غرفة العمليات لبينما نوصل. نحن جايين بسرعة. طيب ماشي. تفضلوا، انتوا لعند مين جايين؟ نحن اجينا لحتى نقابل سيادة الرئيس. اخدين موعد شي؟ لا، رح نعمل له اياها مفاجأة. روح خبره، بس قله بكهاس بيعرفني. تفضلوا تفضلوا، الرئيس مستنيكم. شفتوا بعيونكم كيف هجم علي؟ ما هيك؟ دفشني من فوق الدرج قدامكم كلياتكم. أنا بدي أقدم شكوى مرتين على هذا الزلمة. أول شكوى لأنه داهم مخرج شغلي، وداني دخيلك يا ربي. أنا وين غلطت؟ أوه سيد بكهاس، أهلين وسهلين. نحن كنا مفكرين أنك بالسجن. ونحن كنا مفكرين انكم مقاومين. كنا مفكرين انكم ما بتستسلموا بسهولة. كيف؟ ما فهمت. اجينا لنتأكد من نبضك يا رئيس البلدية. شو هالحكي سيد بكهاس؟ بتعرف انه نحن عملنا كل يلي منقدر عليه واكتر مشان تتم مقاطعة صناديق الاستفتاء. انا رح احكي معك بوضوح. انتوا طلعتوا مانكم ناجحين ابدا. شو التعليمات اللي اخدتوها؟ انه تناوبوا على صندوقين اقتراع وما تخلوا الناس تقرب عليه؟ ها؟ ولا صبغ الصناديق بالدم الاحمر؟ ولا بالاحرى ابطال الاستفتاء؟ فيك تقلي هلا شو استفدتوا؟ وشو فادتنا المقاطعه الكبيره تبعكم؟ ها؟ بصراحه يا ساده، ما كان لازم نتشارك بدرجه متساويه بالمخاطر مع بعض. وما فينا نقول انه اخذنا منكم الدعم اللوجستي الكافي لنقوم بهالعمليات يلي عم تحكي عنها. عطول في عندكم أعذار وحجج وغيرها، والنتيجة دائما نحن خسرانين. صحيح وأنا بالسجن صارت شغلة لفتت انتباهي. شو صار لحتى أنتوا صرتوا تحبوا السلام لهالدرجة؟ هالبلد صار لسنتين عم تنزف دم، وأتباعنا صاروا متضايقين من هالاستراتيجية. التنظيم عم يخسر كتير دم، والنزاعات على القيادة صارت عم تطفى على السطح، والتنظيم صار معرض لنزاع داخلي. ايه وشو فيها؟ نحن عم نفكر انه عن جد صار الوقت هلا لحتى نحكي بالسلام والديمقراطية. سمعت يا شاهين؟ عم يقول السلام والديمقراطية. تجاوز هالشغلات وحتى ورا ظهرك. اذا انت كان بدك تتجاوز طاولة الاختبار بنجاح، فحضر حالك للعملية الكبيرة. وكأنه انت في عندك خطة افضل؟ سيد الرئيس تفضل. روح وتركنا لحالنا شوي. حاضر سيدي. منيح انه لسه في بيناتكم كم شخص عاقل وبيفهم منيح. كيفك فيزو؟ مو منيح يا بكهاس، لانه ب 12 ايلول اللوحة اللي طلعت خلتنا نتضايق كتير. ايه مو بس انتو يلي خسرتوا بالاستفتاء، ونحن كمان خسرنا كل نفوذنا بهالبلد. شو بتعمل لما بتخسر كل شيء؟ لازم قبل ما تنهار قوتك تضرب الضربة القاضية. كلامك عن الانقلاب مانو بعيد عن الواقع شوي. ما عم احكي عن هالمعنى، انا عم احكي عن ضربة تكون قاضية بالمعنى الحقيقي. وشو هالضربة؟ مرحلة زلزال وتهديم كبير، وبعدين اعادة بناء تركيا من اول وجديد. مو جماعتكم عم يحكوا عن السلام والديمقراطية؟ أنا برأيي لازم يتركوا سلطة الكلام ويرجعوا للأصل. طيب وأنا بأيدك بهي المرحلة. نحن كمان بحاجة لهذا الشيء كتنظيم. السلام والديمقراطية هالشغلات ما بتناسبنا. وقت اللي كنت بالسجن فكرت كتير بهالموضوع. بعدين
صرت راجع حالي كذا مرة. تعرفوا شو؟ اكتشفت شغلة ما حدا لهلأ قدر يتخيلها. عملية كبيرة كتير. هالعملية رح تنعشنا وترجعنا كلياتنا للحياة. هالعملية هي رح تخلينا نتقاسم تركيا وكأنها قطعة جاتو. صار عندي فضول أعرف شو هالعملية هي. هذا هو، وهو عايش ما عم يفيدنا لنساوي التغيير المطلوب، فخلينا نقتل ونستفاد من موته لنساوي استعراضنا. يعطيك العافية، أنا نجيب يلمز. عمر بالبيت يا ترى؟ من امبارحة ما رجع على البيت وأنا قلقانة عليك. اتصلت على موبايله. اتصلت بس موبايله مسكر. طيب يا ترى في شي مكان بيتردد عليه؟ كل يوم بيراهن على سباق الخيول، في بالحارة مركز مراهنات، يمكن بيكون هونيك. اسلم ويعطيك العافية. سيدي أنت فاضي؟ لا ماني فاضي. لأنه في شخص كتير حابب إنه يشوفك. هاني أنا ما فيني أقابل أي حدا. بس هذا مدير الشرطة عم يستناك. وليش ما بتحكي هالشي مثل العالم والخلق؟ والله مثل ما عم أقول لك، واحد إجا من هنيك، واحد من هنيك، واحد من هون. أوه هاي الشغلة مو معقولة يا حضرة المدير. سيد سنان هدي حالك. هلا أنت صرت بإيدي يا نجيب أفندي، وأنا رح أخذ أحفادي منك كمان. أنت انتهيت، عم تفهم علي؟ أنت خلاص انتهيت. هذا شيء مستحيل. شو المستحيل بالموضوع؟ توقيت كتير منيح والفكرة حلوة، هالشغلة رح تفيدنا نحنا كمان، بس هذا شيء مستحيل. أنت بالأول قلي ليش مستحيل، وأنا بعدين رح قلك كيف رح خليها تصير شغلة ممكنة. في حول الهدف مربع أمني محصن، 700 عنصر أمن بكامل تجهيزاته، وقاربين هجوميين، وقارب خفر سواحل قريب على مدار 24 ساعة، وفي مراقبة عن طريق الأقمار الصناعية، وزنزانته لحالة فيها 10 كاميرات، وهذا بس يلي منعرفه. وكمان الأكل تبعه عم يتحضر بشكل خاص، ويلي بيشتغلوا هنيك حتى عائلاتهم ما بيعرفوا أبداً أنهم عم يشتغلوا هنيك. أنت مفكر أني ما بعرف كل هالشغلات يا فيزو؟ بس ما حدا بيقدر يدخل لهنيك غير عزرائيل. أنا بقدر أدخل. صار لي 3 شهور عم فكر بهالشغلة، بالوقت يلي كنتوا نايمين وعم تقروا قصص السلام والديمقراطية. أنا ما عم نام ولا لحظة بس مشان خلصكن. تخلصنا ولا تخلص حالك؟ هاي القصص تبع السلام عم تضايقني كمان، بس قاعتنا الشعبية صارت بخطر كبير، وكل أتباعنا ملوا كتير من هالشغلة، ما عاد سمعوا الكلمة ولا اهتموا لشي، وأكتر شي ما عادوا عايشين. إيه ماشي لكان، هاي العملية رح ترجعوا للحياة. أنت موافق ولا مو موافق؟ قلي لشوف. أكيد أنا موافق. بس أنت قلي شو فيني ساوي؟ حط أسلحة بإيد الأطفال بأي طريقة، وخبر القيادة يكونوا جاهزين، وشوف يلي بيقدروا ينزلوا على المدن، الوقت كتير مناسب لتوجيه ضربة قوية. معناتها أنا بدي دعم فعال أكتر. الشرطة ما تركت أي شي بين إيدينا بعد عمليات المداهمة هديك، تقريباً أخذت منا 200 كيلوغرام C4، وإذا ضل الوضع هيك عن قريب رح نبقى من دون سلاح، يعني وضعنا ما بيبشر بالخير أبداً. رح تأخذ اللي بدك ياه بعد هاي العملية، ولحد يوم القيامة لا الأكراد ولا الأتراك رح يرجعوا يحكوا بالسلام. التنظيم رح يرجع على الحياة. التنظيم رح ينزل الشعب على الشوارع بغمزة واحدة. طيب وإذا نعرف إنه نحن بهالعملية في إلنا أصبع كمان، رح يحرقونا ونحن عايشين؟ عم نخون الناس اللي مآمنين فينا عينك عينك. إيه ما في دخان بدون نار يا فيزو،
على كل إن أنا رايح، لسه في عندي شغل كتير، استنى خبر مني. بس في شي تاني، شو من شان زكريا الصغير؟ زكريا الصغير قزم صغير. لا تشغل بالك، راح يكون عنا هدية إله. بس أنت بتجي وبتقول شي وهو بيجي وبيقول شي تاني. عن جد نحن ما عاد نعرف مع مين بدنا نحكي. شو أنت عم تقارن بينه وبين القزم يلي اسمه زكريا الصغير؟ هاي مو إهانة بحقي؟ قال الكتاب معه، شو بساوي؟ صدقني لسه ما شاف حتى غلاف الكتاب. معناتها مع مين الكتاب؟ شو رأيك؟ ايه، يلي بيكون معه الكتاب بيكون القائد، ونحن علينا نسمع كلمته. من هلأ وطالع ما بتسمعوا غير كلمتي، أوكي؟ ماشي على رأسي. بتعرف أنا شو بشبه مهنة الشرطي بالحياة؟ مثل حارس المرمى، بتصد 100 تسديدة جاية على مرماك وما حدا بيشوف هالشي، ولما تفلت طابة واحدة وبتاكل هدف الناس بيضلوا يحكوا فيها شهور. على كلين صار يلي صار، بس نجيب بدك ما تواخذني هالمرة، الحق عليك انت. قلبي كهاس هو اللي خبرك، ما لقيت شخص تاني لتصدق كلامه؟ مو بس هو يا سيدي. نجيب انا بعرفك منيح وانا دايما بوثق فيك، بس ما قدرت اسوي كيف عملت هيك شيء لمجرد انه الزلمه في بينك وبينه مشكله شخصيه. الموضوع ابدا ما هو موضوع شخصي، انا وصلتني اخباريه وتصرفت على اساسها، حتى لو كان ابي انا رح اسوي نفس الشيء. مع الاسف الصحف والتلفزيون ما عم يحكوا هالشيء، عم يحكوا انه مدير فرع بالشرطه نجيب يلماز استخدم وظيفته لامور شخصيه. انا ترجيت حماك وحاولت كثير اقنعه مشان ما يرفع علينا دعوه، وصدقني طلع زلمه عادل. شوف سيدي المدير، هداك الزلمه عم يدير بعض الاعمال المشبوهه، وانا شو ما صار يصير رح اكشفهم وحده وحده باقرب وقت. اسمع شو بدي اقول لك، انت احسن شيء تمدد الاجازه تبعك لفتره تانية، صفي ذهنك منيح وبعدين ارجع ماشي، ولوقت ما ترجع بتكون هالشغله انتست وخلصت. يعني انتو ما عدتوا بحاجتي هلا؟ استغفر الله نجيب، نحن دائما بحاجتك، بس مو انت بهالحالة. ماشي مثل ما بدك سيدي. بكهاس ما فهمت شو يلي صار هون؟ انت تركت الرئيس وحكيت مع المستخدم، والله انا كتير استغربت. تعرف اليساريين الحقيقيين؟ ايه بيشتغلوا كلهم سوا، وهدول كمان مثل اليساريين عندهم نفس النظام تقريبا. واحد مقعدينه على الكرسي وملبسينه للعرض، والتاني رئيس من الدرجة الاولى جايبينه وزارعينه هيك، مو هي الشيوعية؟ من شان اللابس جرافي بيضل على الطريق والمستخدم تبعه بربيه. طيب كل الرؤساء تبعهم هيك شكلهم مستخدمين؟ بس يلي بيسقوا فيهم، أو بالأصح يلي بيسقوا فيهم جماعة برا. على كلين أنت لا تستخف فيهم، حتى المحاكم تبعهم مجهزين لهالبنية التحتية. من شان يظهروا حالهم بالقمة دائما بيجمعوا ناس من الشعب وبياخدوهم ليحاكموهم، وبيحكموهم بغرامات مالية مثل المحكمة يلي منعرفها، ولما يجي الوقت المناسب بيكونوا جاهزين لخطوتين لقدام. شو هالحكي؟ ونحن كنا مفكرين حالنا منعرفون منيح. آخدين الفرس؟ لا مو لهالدرجة، نحن يلي عطيناهم الفرس بصفرة واحدة، الفرس بتجيبهم. يلا روح من هون بقى، خلينا نشوف زكريا الصغير. ما عم اقدر صدق بيك هاس طلع لبرا. طيب كيف صار هذا الشيء ونحن ما عنا خبر؟ طيب انت ليش ما عم تدور على مكانه؟ عم ندور يا سيدي، بس كأنه الأرض انشقت وبلعتهم اتنيناتهم، ما قلن أي أثر. كيف فاروق هلأ طلع من العمليات؟ طلع شاب محظوظ، ولا واحدة من الرصاصات اللي إصابته إجت بنقطة خطيرة. صحيح خسر شوية دم بس أكيد رح يعيش. كيف ما فكرت بهالشي؟ كيف؟ كيف؟ يا
طلعت بكهاسة من السجن مانا شغلة منيحة أبدا. وحسب ما أنا بعرف هذا الزلمة مستحيل إنه يقعد عائل، وحتى بيكون مبلش يجمع فريقه من زمان كمان. شو ما بدك تساوي ساوي، بس أنت لازم تلاقيه على الأكيد. غيث سمعتني؟ حتى لو دخل تحت سابع أرض أنا رح لاقيه. في حساب قديم بيني وبينه، هلأ صار الوقت لنسكر هالحساب. سيد مسار أنا طالع، ما رح لاقيه إذا ضليت هون. أنا رح خبرك عن مكانه بأقرب وقت. حضرات السادة المشاهدين، تم الإعلان عن إبعاد مدير فرع الشرطة نجيب يلمز المختص بمحاربة الإرهاب الذي فقد زوجته قبل مدة باعتداء بواسطة قنبلة. يقال أن نجيب يلمز قام بتوبيخ وضرب حماه بعد المداهمة بعد عدم اكتشافه أي شيء بمستودع شاحنات النقل العائد لحماه. هذا ولم يتقدم نجيب يلمز بأي تصريح للصحافة. أنا متأكد أنه في مؤامرة بهالشغلة. برأيي أنه أنت خليك بشغلك ولا تتدخل بأي شيء تاني. لقيلي بكهاس، بكهاس بدي كل المعلومات عنه، هو وشاهين، حساباته البنكية، بطاقاته الائتمانية، سجلات المكالمات، وحتى مخالفات السير بدي إياهم كلياتهم وبأسرع وقت ممكن. ماشي خلص بلاقيهم، حتى الشغلات اللي سرقوها وهن صغار. أنت لا تشغل بالك أبداً. وين أنت رايح هلأ؟ أنت شو لك علاقة؟ أنت شو دخلك؟ أنت شو دخلك؟ أنا ما دخلني، بس سؤال. كسرت الفنجان وحطيته على رقبته. أنا حاسس وكأنك عم تحكي لي قصة شي فيلم. ها؟ إيه وبعدين؟ الآن ننتقل إلى خبرنا المتعلق بقضية أركان كوندو، رجل الأعمال كوبيلاي شاهين الذي تم الفيلم الأصلي هلأ رح يبلش. تم إطلاق سراحه. الزلمة اللي أخذ دور البطولة طلع برا السجن. محكمة أمراً بإطلاق سراحه لعدم وجود الأدلة الكافية. والآن أنتم تشاهدون كوبيلاي شاهين بعد أن تم إطلاق سراحه من السجن. سيد زكريا شو عم تحكي؟ يلي أخذ دور البطولة طلع برا السجن. دور البطولة؟ مين هو؟ بكهاس، لك صديقي من الأزل وعدوي الأبدي. طيب ليش ما خليت حدا يقتله بالسجن؟ مفكرني ما جربت هالشي. انت ما بتعرفه لهذا، ماكر مثل الثعلب. أنا شو بدي ساوي هلأ؟ طيب انتو ما بتعرفوا لهذا الزلمة بنوب؟ لا ما بنعرفه. شو في لحتى يخوفك كل هالقد؟ لو كنتوا بتعرفوه صدقوني لحتى انتوا كمان تخافوا مثلي واكتر. هذا زلمي كتير خطير كتير. يا ويلي هذا اكيد رح يعرف مكاني. شبك يا زلمي لا تخاف كل هالقد، انا موجود وراك. هي شغلة ما فيها مزح يا دكتور، لازم نخلص على هذا الزلمي، لازم نحن نلاقيه قبل ما هو يلاقينا. إذا المدير نجيب ما انقهر بعد كل يلي فقدهم، مين اللي رح ينقهر يا ثابت؟ بس أنت لساتك عايش. حتى ولو كنت عايش شوي اللي رح يتغير؟ ليش في عنده خبر بإني عايش؟ برافو عليك، أنت زلمة شجاع. يعني أنت جاهز لحتى تموت كمان؟ لحتى موت؟ طبعاً لحتى تموت. هلأ إذا أنت قوصتني الشباب تبعي رح يقعدوا يتفرجوا عليه؟ صدقني ليش سوق بصفاية؟ يلا زد سلاحك ولك وأكثر. مين؟ طلعت هالبنت واحدة من بنات عزيزة. وكمان يا حضرة الضابط. أنا تنصتت على كل المكالمات تبعها. رح تلتقي هي وصاحبنا وبوقت قريب. عندي تقريباً 2000 زلمة عم يستنوا أمر مني، وإذا بدك على الجبل أو بالمدينة نحن جاهزين للحارب. رح أربح السباق الأول بحصان كراموت. ما كنت تعرف تترك هداك الحمار يلي دائماً عم يخليك تخسر بكل سباق. أنا رح أدفن الفقر وبكرة بتشوف. بتشوف هالحصان قديش سريع. الحصان بيركض والحظ اللي بيربح ولك عمار. شوف رح نطلع على المكان من برا، هذا المجسم تبعها، هالجزيرة بالمياه الإقليمية التركية. مثل ما أنتم شايفين البحر من أطرافها الأربعة، لا من البحر ولا من البر ولا من الجو حدا بيقدر يدخلها. في 700 عنصر أمن متلقين تدريبات خاصة، عم يحمل مكان 24 ساعة. والله للأسف المدير نجيب متهم بارتكاب جريمة. سيدي شو عم يقول؟ مظبوط؟